إذا لكل مكان محمول الثقافة. طبعا لما كانت زفة المود يوم الاثنين الشعب السوداني كله انطفت طبعا محبة في الرسول صلى الله عليه وسلم. شهدنا يا حسام زفة المولود، شهدنا تدافع الناس، حتى الخيام المنصوبة دي عندها دلالات ورموز معينة كده بالشكل الاهتمام الصوفي نحن في السودان، لأنه دائما بيهذب النفس ويرتقي بها إلى مصافي الجمال. كل تأكيد الكل يشارك لي محبة المصطفى المعظم عليه أفضل الصلاة والتسليم، ومشاهد هنا مختلفة في السودان، الكل يتدافع للنبي وللاحتفاء بميلاده أعظم خلق الله دائما. نتابع ونعود لتواصل زفة بحري. عام وانتم بخير. حقيقه هذا هو موسم احتفال بمولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن هنا في هذه الختميه كل عام نحتفل ونبتهج بمولده صلى الله عليه وسلم بهذه السرادق، سرادق مولانا السيد علي المرغني، ونبعث خالص تحيانا للامه الاسلاميه بمولده صلى الله عليه وسلم، اذ هو الرحمة المهداة للعالمين جميعا. يا عموك الجمراء اشهر لي قروته الحمراء، للحجة والعمراء للحجة والعمراء علمتين يا كرام انظر تلك الخيام، علمتين يا كرام انظر تلك الخيام، يا كرام انظر تلك الخيام، بنتين يا كرام ننظر تلك الخيام، وزور الجاه وشاشينا طولنا 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 المدينه والله طولنا، ما غرد ناس ذكرتوني ما هو الحالي المدينه بسيط المختار المشي لك الجمع ما يصلي.